لا تخفي زينة وهي طالبة جامعية تعلقها القوي بالأبراج، إذ تعتبرها وفنجان القهوة من الأساسيات في صباحها قبل الانطلاق في حياتها اليومية. على طول بتصير معي بيقولوا لي إنه مثلا بده يجيك هدايا أو أشياء مالية أو هيك، والله عم تزبط معي على طول. قالوا لي إنه بدك تسمعي خبر ما منيح أبدا، وأكثر شيء إنه حالة وفاة، والله ما في أنجأ كم ساعة وطلع حدا بيقربنا من الضيعة ميت وطلعنا على الضيعة. كل ما كانت التأثيرات على الحياة اليومية أكبر، كل ما كانت الأخبار خلينا نقول هالشخصية بتتجه أكثر نحو الشخصيات المرضية، وكل ما كنا عم نتجه أكثر نحو حالات معينة ربما أحيانا بتستلزم التدخلات العلاجية المتخصصة. اكتشاف المجهول هو المتعة التي تكمن في كل واحد منا. البعض يبحث عنه ويعمل على أساس التوقعات، وآخرون يطلعون عليها لكنهم لا يرتكزون إليها. حشرية مش أكتر، بس مش بعتمد عليهم أساساً بكون نهاري يعني. من باب الفضول التابع مش أكتر من هيك، بس ما بعلق حياتي فيها. مش اللبناني بس، أي إنسان بحب يعرف هل هو عنده يوم حلو يوم مش حلو. بعرف ست ما قبلت تولد إلا وقت سألتني بولد بهنهار أو هنهار بتولد سيزاريان، سألت أي نهار. أما فرح وهي محامية تؤمن بالأبراج لجهة وصفها الطباع والصفات الخاصة بكل برج فلكي. مثلاً مواليد برج الدلو عندهم الصفات المشتركة هاي وهاي، هاي عصبي مش عصبي، بس أما توقعات إيش رح يصير لبعدين لا. شاب وبنت أجوا لعندي مسكين إيدين بعضهم وحاطين محابس، قال أنت قلتي إنه العذراء والجوزاء ما بيتفقوا، نحن خاطبين بدنا نتجوز، مزبوط، بس بالإجمال ما بيتفقوا. هلأ فيكم تكونوا إكسبسيون شايزين على القاعدة واتفقتوا، مبروك، بلتقى فيهم بعد 3 سنين طلقين. ومع بداية كل عام تزدحم المكتبات بكتب التوقعات الفلكية والتي تحطم أرقام مبيعات خيالية، واللافت أن لهذه التوقعات جمهورا قد لا يتوقعه البعض. وأطلع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال لي إياها على التلفزيون، قال لي قريتي شو كتبتي بهالنهار إنه ستسجل انتصاراً وتنتخب أو تكون أو تعين أو كذا. كان نهاري اللي طلع فيه، إذا تفتحي كتاب سنة الماضي بذات التاريخ بتشوفي لبرجه، طبعاً أنا بكتب عن الأبراج، قال لي قريتي شو كتبتي للقوس. تأثيرات الأبراج على حياتنا اليومية ليست خصوصية عربية، بل هي ظاهرة منتشرة في كل العالم ووسط جميع الفئات الاجتماعية والثقافية. وقد لا يقتصر الأمر على الأبراج، إذ أن آخرين يلجؤون إلى التنجيم وأحياناً إلى الاستخارات الدينية لاتخاذ قراراتهم. نسرين حطوم، العربية، بيروت.